أهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الكرام إلى فقرة وجه لوجه. فيها نتوقف عند مطالبة أحزاب سياسية في الجزائر بضمانات كشرط أساسي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة في البلاد. مع ضيفي مشاهدينا الكرام من الجزائر العاصمة السيد إسماعيل قوادرية نائب في البرلمان الجزائري عن حزب جبهة المستقبل. أهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا لك على تلبية دعوتنا هذا المساء سيد إسماعيل قوادرية. السلام عليكم، شكرا جزيلا سي عبد الحكيم، اهلا وسهلا. مرحبا كل الترحيب، ورحبا انت ايضا كل الترحيب بضيفي في الجانب المقابل السيد حبيب برهمية الامين الاول لحزب جيل جديد المعارض. اهلا بك ومرحبا وشكرا جزيلا لك ايضا سيد حبيب برهمية على تلبية هذه الدعوة. مساء الخير وشكرا على الاستضافة. مرحبا كل الترحيب بكما. لماذا تطالب احزاب معارضة بضمانات مقابل المشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية؟ ما طبيعة هذه الضمانات؟ وهل ثمة فعلا ما يبرر هذا الطلب سيد حبيب برهمية الأمين الأول لحزب جيل جديد المعارض؟ مرحبا بك من جديد. مساء الخير مرة أخرى، مساء الخير للضيف والإخوة المشاهدين. نعم، حقيقة التاريخ السياسي الجزائري يستوجب على أحزاب المعارضة أنها تطلب مثل هذه الضمانات، لأن اليوم كي نشوفوا الوضع السياسي في الجزائر، إعلام مغلق، وضع سياسي مغلق نوعا ما، عدد من النقاط تخلي المعارضة تطلب هذه الأمور حتى نكون متأكدين أن الجزائر تقدر تروح في طريق انتخابات رئاسية حقيقية شفافة تعطي في نهاية الأمر كل النتائج من وراء انتخابات رئاسية، هي كل الشرعية، كل الإمكانيات للرئيس المقبل معناتها الرئيس المنتخب، من أجل أنه يحقق حقيقة المشروع تاعو في الميدان، ويكون حققنا بذلك محطة جديدة من عمليات بناء الأسس الديمقراطية للدولة الجزائرية. طيب، إذا هي نموذج للممارسة الديمقراطية، يقول لك إليك، يقول لك عفوا سيد حبيب برهمية الأمين الأول لحزب جيل جديد ضيفي سيد إسماعيل قوادرية، ما الذي تقوله أنت أيضا؟ نعم، سعيد جدا أن الأخ تكلم على الحراك والحراك المبارك وعلى الأمال التي كان ينتظرها الجزائريون من وراء الحراك. نذكر أن جيل جديد، حزب جيل جديد، كان في الحراك منذ 22 فبراير وكان شارك فيه بنفس المطالب تاع الحراك من البداية إلى النهاية، ولذلك اليوم بكل أريحية نقدر نقول أننا نعم في عملية بناء لجزائر جديدة، لكن لحد الآن ما شفناش النتائج اللي كان ينتظرها الحراك واللي كان ينتظرها الملايين الجزائريين اللي كانوا في الشارع، من فتح سياسي، من فتح إعلامي، من إمكانية تواجد النقاش السياسي يحقق في نهاية الأمر عملية البناء تاع هذه الجزائر الجديدة، باش يكونوا حقيقة ليس فقط تكون شعارات وين يكونوا شبان أو نساء في البرلمان، وإنما يكونوا ناس حاملين لأفكار سياسية، لمشاريع سياسية، لإرادة سياسية جديدة للجزائر، يكونوا موجودين في المجالس المنتخبة وفي كل أجهزة الدولة. لكن ما يكفيش فقط أنه يكون شباب جديد، وإنما اليوم لازم يكون هنالك نقاش سياسي، لكن تكون هنالك عدد من القنوات لتسمح للمواطن أنه يكتشف الأفكار تاع كل الأطراف، وفي نهاية الأمر يختار الشيء اللي يساعده بكل أريح، بكل سهة، بكل شفافية. لهذا احنا في جيل جديد معناتها نسند بقوة عملية البناء الديمقراطي عن طريق الانتخابات، وهذا شيء واضح، لكن يجب أن يكون في الظروف لتحقق حقيقة الأهداف من وراء أي عملية انتخابية. وسيد برهمية حتى أعود إليك، إذا الآن الانتخابات ستكون مبكرة سابقة لأوانها بثلاثة أشهر، ما تعليقكم على هذا التبكير بموعدها في الجزائر؟ وهل ثمة فعلا ما يبرر الاستغراب والرفض اللذين صاحب بعضا من ردود الفعل لدى المعارضة سيد حبيب برهمية؟ نعم، قبل ما نجاوبك سي حكيم على سؤال، فقط تعقيب خفيف على الأخ فيما قال. نعم، حقيقة الجزائر مرت بسنوات صعبة، وكان عمل كبير قام به رئيس الجمهورية في السنوات الأولى خاصة، لكن ولتما نظن أن الجيل الجديد ساند العمل الديمقراطي، ساند عملية البناء الدستوري، ساند الدستور الجديد، ساند المشاركة في العملية الانتخابية رغم عدد من النقاط والتحفظات اللي كنا قدمناها، لكن اليوم لازم نمر إلى مرحلة أخرى، من مرحلة التخوف من المجتمع المدني والمجتمع السياسي بصفة عامة إلى مرحلة جديدة تسمح أننا نثيق في المواطن، نثيق في هذا الجزائري اللي خرج في حراك مليوني في 22 فبراير 2019 من أجل أنه يأخذ زمام المبادرة، ونثيق كذلك في القرارات تاعه والأفكار تاعه. ما يكونش فقط هذا التخوف من المجتمع المدني بعد السنوات الصعبة اللي عاشها النظام، ويقعد في نهاية الأمر يعاود نفس البناء لبناته الحكومات اللي كانت قبل وصول عبد المجيد تبون. طيب، مرة أخرى فيما يخص مسألة التبكير بموعد الانتخابات، كيف تابعتموه أنتم وما كان رد فعلكم عليه؟ هل ثمة فعلا، هل الأمر مثير للاستغراب؟ هل ثمة ما يفسر الرفض لدى البعض لذلك؟
لا الحقيقة أن العملية ما تقربش الانتخابات بمدة كبيرة جدا، أنا قربنا الانتخابات بشهرين ونص ورئيس الجمهورية قدمها على أنها عملية تقنية. المشكل وما حط كثير من الإبهام وكثير من التساؤلات هو التعليقات والتأويلات اللي خلاتها السلطة تخرج في وسائل الإعلام بما فيها في وكالة الأنباء، اللي خلات الجزائريين ما يفهموش تماما لماذا كانت عملية تبكير العملية الانتخابية. يبقى أن اليوم نعود إلى انتخابات مبكرة، للأسف حتكون في فصل الحملة الانتخابية تكون في فصل الصيف، والكل يعلم أنه ماشي أحسن مرحلة من أجل القيام بعمل هي بعد فصل الصيف أليس كذلك سيد إبراهيمية؟ هي مع الدخول نعم. الاجتماعي بعد فصل الصيف. نعم الانتخابات مبرمجة اليوم 7 سبتمبر 2024 إن شاء الله، بمعنى أن الحملة الانتخابية ستكون في قلب الصيف في شهر أكتوبر، وهذا حيكون صعب شوية على المشاركين، على المترشحين، على الناس اللي حتقوم بالحملة. لكن يبقى أننا كنا نتمنى أن الشرح لهذه التساؤلات تكون بطريقة رسمية من طرف الحكومة وليس عن طريق وسائل الإعلام، عن طريق تأويلات في نهاية الأمر ما على بالناش ما الهدف منها صحيح. وما سببها. وأنت تشير إلى تصريح حبيب إبراهيمية الأمين الأول لحزب جيل جديد المعارض، الآن تعقب أيضا على ما ذهب إليه ضيفي الرئيس، ماذا عن إعلانه ترشحه لعهدة جديدة؟ الكل في الانتظار، كيف تقرأ أنت ذلك؟ وهل من وجهة نظرك تشفع له حصيلته لنيل ثقة الجزائريين مرة أخرى؟ نعم، اولا نظن ان انا ما عنديش الاسرار تاع الدوله الجزائريه، اذا كاين سر الله يبارك، لكن نتمنى ان المنظور مع زاويه النظر تكون من الجانب الشعب. اذا اليوم نقولوا ان الجزائريين داروا حراك مبارك، اذا نقولوا ان الجزائريين قدروا يقدموا لهذه البلاد مليون ونصف مليون شهيد، ما لازمش نخموا انهم ما عندهمش الامكانيات الفهم، وان هنالك مؤسسات عليا تقدر تقول لهم طريقتهم. هذه البلاد هي ملك للجزائريين، والجزائريين لهم كل الحق دستوريا قانونيا واخلاقيا انهم يتحكموا في زمام تاع المبادره وزمام الامور فيه. يبقى أن نعم اليوم كاين تحديات داخلية وتحديات خارجية، لكن أنا متأكد أن إذا حبينا نقوي ورحنا أمام التحديات الخارجية يجب تقوية الجبهة الداخلية، هذه أنا متأكد منها. فيما يخص رئيس الجمهورية، نعم رئيس الجمهورية له كل الحق أنه يترشح لعهدة ثانية، هذا ما عندناش أي شك فيه. اليوم فقط عملية ترشيح رئيس الجمهورية نتمنى أنها تكون بطريقة مباشرة إذا كان نية أنه يترشح، وما يكونش هنالك نوع من التعامل بطريقة قديمة نوعا ما، أنه مترشح غير رئيس مترشح، وين يستعمل في نهاية الأمر الصلاحيات رئيس الجمهورية من أجل الذهاب إلى الولايات، من أجل تقديم مساعدات اجتماعية هي في صالح الجزائر أكيد، لكن نفضل أن التوقيت يكون لما يكون رئيس وما يكونش مترشح. إذا كان اليوم نية ترشح فمرحبا برئيس الجمهورية في هذا الأمر. فيما يخص حصيلة رئيس الجمهورية، نعم احنا ما عندناش في الحقيقة أي إشكال مع شخص رئيس الجمهورية، كنا سندناه في السنوات الأولى. اليوم فقط أننا متأكدين أن كما قال الأخ كذلك أن الجزائر لها تحديات وتحتاج إلى ديناميكية جديدة. الرسائل اللي بعتهم رئيس الجمهورية في نهاية هذا العهدة ما تخليناش نأمنوا أن كاين نية للديناميكية الجديدة، لكن إذا كاين حقيقة اليوم رئيس الجمهورية يقترح ويترشح ويقترح في برنامجه الانتخابي كل الأمور اللي يحتاجوها الجزائريين من حقيقة بعث الاقتصاد الجزائري بطريقة فعالة وليس فقط عملية توزيع الريح، فنحن حاضرين ونحن واجدين أننا نتناقش وأننا نتكلم في كل هذه المواضيع بكل أريحية وبكل روح الحوار المعروف على الجيل. طيب مشروع الرئيس لم يستكمل، وأختم معك بذلك سيد حبيب إبراهيمية باختصار لو سمحت. كل السياسيين عندهم مشاريع وتقدر تطول في الوقت. نتمنى أن لما رئيس الجمهورية جاء في العهدة الأولى كان قدم برنامج وكان قال أنه برنامج العهدة الانتخابية تاع 5 سنوات. نعم أكيد أننا مرينا ببعض الأزمات، أهمها أزمة كوفيد اللي عطلت نوعا ما البرنامج، لكن يبقى أن اليوم يجب أن يقدم رئيس الجمهورية مثله مثل كل مترشحين برنامج سياسي حقيقي نقدر نتوافقوا فيه ولا ما نوافقوش، لكن يبقى أن مهم جدا أن الأحزاب السياسية أن المواطن يعرف حقيقة فحوى هذا البرامج، ما يوليش فقط كما شفناه في سنوات الماضية الأحزاب في نهاية الأمر تساند الرجل من دون الكلام تماما على البرنامج. اليوم جيل جديد ما عنده أي مشكل مع شخص رئيس الجمهورية، نتمنى فقط أنه يلتزم بكل أشكرك. ما تكلم عليه خاصة في الجانب الاقتصادي، في جانب الحريات، في جانب فتح الإعلام، كل هذه نقاط أساسية وتمثل حقيقة روح المواطنين الجزائريين اللي خرجوا في حراك 2019. وكل الشكر جزيل لكم على هذه الحلقة سيد إسماعيل القدرية نائب في البرلمان الجزائري عن حزب جبهة المستقبل، شكرا جزيلا لك. وكل الشكر جزيل لك أيضا سيد حبيب إبراهيمية الأمين الأول لحزب جيل جديد المعارض، كنتما معنا من الجزائر العاصمة في فقرة وجها لوجه.